احس ان لبيت في منها، احس ان في خاطرك شيء كذا. في خاطري؟ خاطري انا احس كذا في خاطرك شيء. يعني تبيني اللي بخاطري صدق تطلع بخيت؟ وليش تحبون كلكم بخيت؟ يا اخوي بخيت يا رجال، نحبك انت بعد، ما خل عاد بخيت. انا اي والله انا اخطيت عليك، مع انه يعني متعسف في بعض القرارات يعني، لكن والله انا نحبك. يمكن ذي اللي حببتنا فيه. سبحان الله سبحان الله سبحان المحبة سبحان الله. أنا طالب في ناس البريحة. في ناس يسمع، في ناس تحب. أنا صراحة صراحة في بيني وبينها يعني عداوات. ما بعد العداوة إلا محبة يا صحيح. هذا الكلام، هذا الكلام يعني. أبي الأبيات الجديدة يا بنت عير. الأبيات الجديدة تونا عدينا واحدة في رمضان اللي يقول الشيطان الرجيم. الله الله شهر. يقول يا مدورنا ما حنا معك في كل حين. يا سلام. الرخى ربعه معه والقسى بوجيهنا. الله ليهنا تكبر على شرهة الغالين ليه تقتنع دن العواذل تبي تشويهنا. لا بدت جلت نشامة ما هم متعمدين. جلت الأصحاب ما تكبر في جلت الأصحاب ما تكبر جلت الأصحاب مدري يقول ما تكبر ليهنا. والمساعي نذكر بخير في طوال السنين ولا حضر ذكر الدواهي حضر تشبيهنا. الله عليك يا سلام. عليك والله يا ابو رزيقة. والله شوف علمك شيء والله يا بنت عيرم، انك انت اللي تحلي الماركه ما الماركه اللي تحلي. يا سلام. اي والله العظيم.